مرحبا بك كريم، فرحة اليوم أنا نتفقوا الممثل اللي تبارك الله اليوم خالق واحد البلاد كل شيء كيدوي على البيرسوناج ديالها. بأول حاجة قدموا نفسك للجمهور، شكون فريد؟ فريد دلياس فنان كوميدي وممثل مسرحي. كما بداو جميع الفنانة طرعت في درب السلطان يعني من دار الشباب، ثم بديت كنسقل الموهبه ديالي بالمعهد الثقافي لمولاي رشيد اللي مازال باقي كنطالي لحد الان فيه ان شاء الله. واخا المشاركات اللي كانوا عندك المشاركات هي انني شاركت في عده مهرجانات يعني فقرات فكاهيه لانني كنت كندير الفكاهه. برامج التلفزية كان عندي فيهم واحد دو باساج في برنامج كي كنتي كي وليتي، وكذلك على قناة ميديا تي في باساج واحد، ودابا الحمد لله راه 7 حلقات مع برنامج مع الناس اللي منهم هذه الحلقة النيت اللي لقات استحسان الجمهور. واخا اليوم نهضروا على الحلقة ديالتي، حلقة ديال كي كنتي، الحلقة ديال مع الناس ديال العربي، قرب لي الميكرو في بدايه المشاركة ديالك. شنو نقول لك، الشخصية ديال العربية واحد الشخصية ديال واحد السيد اللي كان في البادية، وأنه لما توفى الأب ديالو جابوا الأخ ديالو الأكبر للمدينة باش يكمل قرايته، ولكن للأسف الأخ الأكبر أنه خرجوا يخدم في الطاحونة وباش يجيب لي يعني فلوس ديال السيمانة، لان عشان نقول لك الاخ ديالو كان يعني طماع وما بغاش يخليه يكمل القرايه ديالو للاسف، وخرجوا يخدم باش كما نقولوا يعاونوا على الزمان كما كيقول هو. واخا واش توقعتي هذاك البوز اللي دارت موقع التواصل الاجتماعي داك الكوبي ديالك اللي تقطع الناس اللي كيهضروا عليك، واش توقعتي؟ صراحه توقعته ديك 60%، لان على حسب ملي قريت السيناريو وشفت الشخصيه وهادي وكنا ديجا شجلنا الحلقه، انني قلت يعني ذاك المعاناه ديال هاد الشخصيه ديال العربي، قلت ربما يعني تستحسن تاثر فيهم يعني غيكون واحد التعاطف كبير مع المغاربه. وفعلا دابا ملي انني جي عندكم لهنا يعني تلاقيت مع ناس بزاف تلاقوا معايا كيقول لي واش بصح داك السيد مسكين طرا لي بحال هكاك، واش هادي واش بصح مرت خو دارت لي وخو دار لي بحال هكاك، يعني كاين واحد التعاطف كبير ديال المغاربه. لا ان شاء الله مازال الخير قدام ومازال حلقات اخرين، وما تفوتنيش انني نشكر السيناريست والممثل محمد غفار على الثقه، وكذلك مخرج البرنامج السي عبد الرحيم السلفوني، لان كتعرف كما كتعرف الاخ علاء صعيب ان كوميدي انه يدوز للدراما، ولكن هما داروا فيه وضعوا فيه الثقه والحمد لله كنت عند حسن الظن ديالهم. واخا الا بغينا نهضروا على الاعمال اللي كتقدم، واش الدراما اللي كتلقى فيها كتلقى راسك في الكوميدي؟ هي صراحة بكل تواضع كنلقى راسي فوق الخشبة يعني متقرب من الجمهور أكثر، تماك فين كنلقى راسي مزيان، ولكن كي حتى الدراما عنده واحد النكة خاصة. واخا أعمالك المستقبلية؟ إن شاء الله كاينين بغينا يفوت عندنا بعد هذا الوباء إن شاء الله يعني، وكاينين اعمال غتكون ان شاء الله تلفزيه وغتكون يعني اعمال يعني في السهرات والمهرجانات باذن الله. قد تسود بلا شك يا خويا، عطينا وليدك تسمى في الدومين، واش تقول لهم كيكونوا بحالك ولا لا؟ كنقول لهم يعني شنو نقول لك، الدومين خصهم يصبروا فيه، مهما دخل الدومين خصو الصبر والممارسه، ومن الاخص يعني من الاحسن يعني الدومين كيبغي التطوير يعني يدير المعاد باش يطور نفسه. شنو تقول للناس اللي كيتبعوا؟ اولا كنشكر شوف تي في على هذا الاهتمام الكبير يعني، وكنقول للناس يعني اللي كيتبعوا هذا اللايف هذا شكرا لكم، شكرا على التعاطف ديالكم مع الشخصيات العربي، وشكرا كذلك للجمهور اللي كيحبني وكيبغي فريد دلياس، كنشكره من الاعماق ديالي، وكل جديد ان شاء الله كل الخير قدام. فريد فرحان بمحافظ كنتلاقاو معك ان شاء الله في اعمال اخرى، كان معكم الحوار الفنان والكوميدي فريد دلياس.